ليس أحد يوقد سراجاً ويضعه في خفية، ولا تحت المكيال، بل على المنارة لكي ينظر الداخلون النور. سراج الجسد هو العين، فمتى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيراً، ومتى كانت شريرة فجسدك يكون مظلماً. انظر إذن لئلا يكون النور الذي فيك ظلمة. فإن كان جسدك كله نيراً ليس فيه جزء مظلم، يكون نيراً كله، كما لو أنار لك السراج بضوئه.